السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم السادس العلمي في مادة أسئلة للنموذج، نموذج أسئلة الفصل الثاني الشهر الثاني الخاصة بعد نصف السنة، الخاصة بالفصل السادس والسابع لمادة الفيزياء، هاي خاصة بالمدارس المتميزين. عندنا السؤال الأول question 1: What is the increase in the wavelength of the scattered photon in the curtain effect if it is scattered at the angle of 90 degree? Not that Planck's constant 6.634 by 10 multiply power minus 14 joule per second, mass of the electron 9.0.11 multiply 10 minus 13 1 minus power. هنا هذا السؤال اللي هو يحكي لنا عن الطول الموجي، الحل مالته، خلينا نشوف الحل مالته. الحل مالته هذا السؤال، الحل هو حل السؤال الأول، يقول دلتا التغير في الطول الموجي راح يساوي لنا اتش على ام اي سي في واحد ناقص كوساين ثيتا. تطبيق القانون اتش اللي هو ثابت بلانك وتسعة في على تسعة بداعش في عشرة ناقص 31 واحد ناقص كوساين ثيتا الزاوية اللي هي 90 راح يطلع لي 2.4 في 10 سالب 12، يعني بس يريد التغير في الطول الموجي، يعني بس مجرد انه نطبق القانون التغير في الطول الموجي الخاصة بالفوتون. فرع بي يقول compare between bright linear spectrum and bright band spectrum، يعني قارن، شوف المقارنة، خلينا نشوف الأنسوير برايت لين سبكترام it has a branch of a bright colored line on a black flower، بينما هذه one or several colored package contain a black background. هنا a characteristic of non-combining atoms، هنا distinctive feature of molecular structure materials. We get its from firms and glowing gases under normal pressure or less. Now it is obtained from incandescent materials with the molecular structure as an incandescent gas in the vacuum tube. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الثاني أو ثانيا، what is the exporter atoms. عندنا exporter atom elsewhere it is an atom of prevalent impurity such as boron that accept an electron from the valence electrons in order to bend with the four electrons of silicon by equivalent covalent bonds so that impurity become negative ion that does not participate in the electrical condition. نجي على السؤال اللي بعده. Question 2 يقول calculate the magnitude of the applied potential difference between the bulb of the X-ray generation tube in order to emit photon with shortest wavelengths 4.5 multiply 10 minus a power minus 7 متر. الحل هذا السؤال نقول V هي HC على E المينيموم أحسن 6.36 هذا ثابت بلانك في 10 أس سالب 34 في 3 في 10 أس 8 هذا سرعة الضوء على واحد الإلكترون اللي هو 1.6 في 10 أس ناقص 19 في 4.5 في 10 أس 7 نعطينا هذا السؤال راح يطلع لي 2.7625 في. هذا اللي هو
الفرق الجهد اللي بالاكس راي، الاشعه المتولد اشعه في الفوتون. نجي وات ار ذا كونديشن ذا ميك اوف ذا سيما كوندكتور ماتيريال بيهيف لايك انسلوتنج ماتيريال. نجي للحل هذا السؤال فرع بي، نشوف شنو الحل مالته. يقول نمبر 1 انسوير ات فيري لو تمبرتشرز at 0 degrees Kelvin okay when there is no light وإف انترسنج اند نوت تشيك. نجي ايضا نشوف الكوستين 3، يقول كالكوليت ذا انجولار ماونتن اوف ذا هيدروجين اتومز الكترون وين ات از ان ذا فيرست اوربيتال اونس اند وين ات از ان ذا سكند اوربيتال اجين. نشوف الحل، الحل هذا السؤال عندي هي المجهولة ان 1 هي 1 وان 2 هي 2، راح نقول ال يساوي لنا ان اتش على 2 باي، وراح يساوي لنا ان 6 في 10 ناقص 34 على 2 في 3 و14، راح نصير ال هي عبارة عن ان بعد ما قسم هذه 1.55 صفر 5 في 10 ناقص 34، يقول عندما ان يساوي لنا 1 يعني نعوض هنا 1 راح تطلع لي 1 في بوينت في 1 او بوينت 0.5 في 10 ناقص 34 جول في سكند، بينما بنا عوض 2 راح تصير 2 واضربها راح تصير 2.1 في 10 ناقص 34 جول بير سكند. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو فرع بي، يقول انسر ذا فولوينج كويستشن تشوز 3 اونلي. نمبر 1 وات از ذا نت تشارج اوف ذا بي تايب كريستال on y. الجواب يقول it is magnitude is zero because the number of positive charges equals the number of the negative charges. السؤال اللي بعده الثاني اللي how is the diffusion region generated in crystalline diode PN. الجواب راح يكون the free electrons in the region N close the connection PN separate to the region P generating positive ions in the region N and the movement of the holes from P to the N through the injection generating negative ions in the region P and then the electrons fuse with the holes near the connection and as a result this process create the depletion region. عندنا number 3 يقول what is the component explanation for the increase in the wavelength of subtracted X-ray photon. الجواب as a result of the collision between the following photon and free electron from the electrons of the graphite target material, the photon doses and amount of energy in the form kinetic energy that enables it is to escape from the target material. As a result, the energy of the photon decreases, it is frequency decreases and it is wavelength increase. السؤال اللي بعده number 4 يقول what are the methods of to increase the electrical conductivity of the semiconductor. الجواب يقول thermal effect و doping. number 1 thermal effect و number 2 doping. نجي على السؤال اللي بعد السؤال الرابع، يقول driver the mathematical formula of the highest frequency and shortest wavelength of the X-ray photons. الجواب راح يكون KE max هي EVD يعني الطاقة الحركية، KE max هي HV max و HF max هي EV، وراح الاشتقاق مالتها FE max هي EV على H وراح يصير C على دلتا مينيموم، يساوي لنا اي بي على الطول الموجي على اتش، وراح يساوي لنا الطول الموجي اقصى طول موجي راح يكون اتش سي على اي في.
نجي على question 4 أيضا فرع B. Answer the following question. Number 1. Mention series of the hydrogen atoms spectrum. وعدنا هنا يكون راح يكون number 1 Lyman series. It is emitted when the electron of the hydrogen atoms move from the upper levels of the energy, the first level of the energy E1 and sound 1, and it is the frequency range lies in the ultraviolet region UV, which is invisible chair. Number 2, Palmer series. It is emitted when the electron of the hydrogen atoms move from the upper energy levels to the second level, and it is the frequency range lies in the visible region and extends to the ultraviolet region. Fashion series. It is emitted when the electron move from upper energy leaves to the third energy level, and frequency range lies in the infrared region, which is the invisible ray series. A bracketed series. It is emitted when the electron move from higher energy levels to the fourth energy level, and it is the frequency range lies in the infrared region, which is invisible charge. Fiffen series. It is emitted when the electron moves from higher energy levels to the fifth energy level, and the frequencies are located in the infrared region, which is invisible charge. عندنا number 2 يقول choose one. What is the mean by the lunar surface? الجواب يقول a level aquifer by electrons released by the lunar atoms. It is generated when the pentavalent impurities are added to semiconductor crystal, and it is falls within the forbidden energy gap and under the condition band, and result the Fermi level rises and approaches the condition band. عندنا what does the intensity of X-ray depend on? It depends on the number of photons emitted at particular wavelengths, as it is directly proportional to it. هذا الأجوبة. أتمنى يعني إذا أكو أخطاء في النقل يعني المهم أنه الحل الأسئلة حاولوا تستفادوا من عندها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.